لكن شكلك وملامحك بت يعني تخلي المخرجين يرشحوكي في ادوار معينه بصراحه. والله دايما بتحط في ادوار الكيوت، مش عارفه معني مش كيوت خالص. طب المافيا دي كيوت؟ مش كيوت خالص. لا ما هو الحمد لله الاول مره في فيلم زنزانه، انما غير كده على طول بنت كيوت مش عارف ايه موضوع، يعني كتبت له الجرأة عشان يقول مش كيوت. والله مش كيوت. ما خفتيش ان حد ينتقد التاتو بتاعي؟ لا انا انتقدت عليه كتير جدا جدا جدا، يعني فوق الوصف. انا ما يعتبر ما فيش حد عاجبه التاتو غيري اعتقد. ايه يعني اكتر تعليق كان مستفز بالنسبه لي؟ ان ده طبعا بيرمز لحاجه مش كويسه، فانا يعني هو كل واحد يفهمها على فكره وعلى استيعابه، بس انا ما يهمنيش يعني بترمي. انا ما بيهمنيش خالص، ما بيهمنيش اي حاجه، اللي يفتكر اي حاجه احنا تحت امره يعني. ما شاء الله شخصيه قويه قوي. لا احنا اي حد ليه حريه التفكير واحنا لينا حريه التنفيذ. بحييكي طبعا يا ايمي، وسعيد انك موجوده معايا، وان شاء الله نشوف زنزانه 7 قريب ونبارك لك عليه وتاخدي جايزه عليه باذن الله. حبيبي ميرسي يا حبيبي، شكرا، انا المبسوط. شكرا.